السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على العقد تاع المشرف على كرة القدم الفريق الوطني الأول، يعني وين مازال لليوم انتوما تضحكوا علينا كذبونا، وحنا رانا نعطوكم لا ماشي نتوما اللي تكذبونا، راني نعطي الناس اللي حوسوا يسمعوا من عند شوبير. هذا مكان لي مضرور على بان الله غالب، وقت تروحوا وتعاودوا تكذبونا وتعاودوا تدوروا وتولوا لهدرتنا. على ذيك نقول لكم باللي المشرف تاعكم مازال لليوم ما مضاش العقد لعدة أسباب ما نجموش نذكروا أسباب، يعني منها وين رفض بعض اللاعبين يعني لمواصلة مع هذا المشرف، يعني هو على باله بها وكلش. ناس يعني كاين أمور نقولوا باللي حتى الاتحادية الجزائرية وخلات باب مفتوح للمفاوضات، خلات باب مفتوح للمفاوضات، راهي خلات باب مفتوح. حناش عندنا وين بوغرا دائما متالق في التاكتيك دو جو تاعو، حتى في الرد على الصحافه وين بعض يعني نعرفوا الصحافه هذه وين بعض اراد جس نبض، لكن بوغرا كان ذكي وعرف كيف يراوغ الجميع، عرف كيف يراوغ الجميع وخرج من الباب الواسع وخلى موراه الناس تتخبط. هذه لان هذا التالق يعني والفوز، يعني نقولوا باللي فوز بوقرة يعني من فوز بوقرة خلى بزاف ناس بليكوش، خلى الناس بزاف بليكوش، يعني من الناس اللي كانت تبحث على سقوط المنتخب هذا، ما فهمناش انت دروك منتخب وطني جزائري، هذو راهم مثلين الرايه الوطنيه، ماشي الرايه تاع بوقرة. ولا انا نطلب حاجه برك بوقرة ديك البيستا بدلها، بيستا اللي ما بدلها بدلها ديك البيستا بدلها، هذيك تدل على ان يعني تشوف مكاش بزاف امور. هذيك بيستا ماشي بدلها زعما كلاسيكي فيها، لا غالب فيها واحد لاسين ماشي تاع ماشي الجزائر، من ان شاء الله بربي تفيقولها هذيك الاخرى، الله غالب هذه مكاش الالبسه هذه الاديداس نورمالمون اديداس بالكاسكيطه تاعها، حتى لي كونت تيب اديداس، تي الباسكيت تيب اديداس، سلوال تيب اديداس، فيستا اديداس، تريكو اديداس، يعني اديداس بمعنى كلمه. لكن حنا مازال الكابا مول كابا ما جابش البيستات تاع المشتى، تسمى مول كابا ما جابش البيستات تاع المشتى، ما جابش البيستات تاع المشتى، على هذيك شويه يعني يخدم مع الفريق الاول برك الربيع غادي يجيب لهم بيستات تاع الربيع، بيستات تاع المشتى الله غالب الكاس. على هذيك نتمناه ان شاء الله بربي وين تنظروا فينك في هذا الامر. ما المشرف تاعكم مازال لليوم، انا نتحدى الاتحاديه، انا نهضر لكم اليوم نتحدى الاتحاديه تدير بيان، يعني وين واش على بالنا احنا كيفاش على بالنا، يعني وين يديروا بيان يحطوا بيان بان هذا المدرب هي خدش عليه بعقلوا عليها مليح الى سنيا غادي يديروها في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاخرى تاعهم في السيت. انتوما شتوا داروا في السيت؟ ما داروش مكاشيه. انا نقول لكم مام راخر مام من بعد راخر عرف كيسموه، هو اللي دارها الاولى، اللي دار هذيك اللي دارها كيسموه سعيد في اللاك، لكن سعيد في اللاك بعد وصلته معلومه بان ما كان والو، لان ما كان والو، انا على بالي بلي ما كان والو، ما كان لا عقد لا سيدي عباس. ناس تكذب من الداخل، يعني المقربين اللي باغيين هذا المشرف يقعد من اجل 30 مليون، كان اللي يدافع على 30 مليون، كان اللي يدافع على كل واحد وكيفاش، كان اللي يدافع على اللعاب تاعو باش يقعد، كاين بزاف صوالح. هذه كنت عارفوا رمزي زروقي شكون اللي جابو وحطوا في المنتخب الوطني الجزائري، يعني رسامكم يبقاو بلا خيطان بلا عروق،
تولي راسك يدور بلا عروق. حلاولكم روحوا اللعاب اللي جابه زر رمزي زروق يشكون نقولكم هو انا قلت لكم كاين اللي هما يحطوا اللعابه تاعهم وتسيبهم يضربوا جوج دروات جوج دروات شكون هو السي مومن رمزي زروقي جابه السي مومن باش تعرفوا الحقيقه. قولوا السي مومن يهدر في رمزي زروقي يقول لك العاب راه ناقص ولا حاجه رغم ان شاهدنا راه زروقي ما قال زروقي انا كنت نشوفه شفتو في الكوب دافريك يعني مي شفته وراته الكاميرا يبكي ومن بعد شفته في الماتش دو باراج وراته الكاميرا فين يبكي شفتو يبكي انا برك هذا مكان زروقي احنا شفناه يبكي هذه اللي شفتها زروقي يبكي زروقي يبكي هذه الحياة اللي شفناها ما شفناش حاجة واحدة أخرى. على ذيك اليوم نقولوا بلي ودي المدرب هذا وين شوية هربت له ميدة الله غالب نهار اللي هدر أكسس قال هربت له أكسس مشي في اللعب ولا التدريب ولا لا هربت له ميدو المجموعة راحت المجموعة تفركتت. انا نبدا نضحك على الناس في المواقع ولا هذو صحاب اليوتيوب هذو الجراو تاع اليوتيوب يدلك ها جايبنا وراه اتصل بهم راه يا ودي على الشيطان هو مازال ما مضاش العقد تاعو هو مازال ما مضاش العقد تاعو مال صاحبي اي جاي تقول لي بلي ودي الماتش ومن الاول كان لا ماتش الاول كان لا مدرب ما راه عندك مدرب ما راه عندك ما راه عندك مناجر ما راه عندك كلش مفركت يعني وقت هذا وين نتمنى ان شاء الله بربي نتمنى ان شاء الله نتمنى وين باش نعاودو نولو لازم المدرب يروح لازم تغيير مدرب لازم تغيير لاعبين لازم مدرب جديد هذه حقيقه رانا نقولوا فيها هذه هي سنه الحياه لازم ربع سنين لازم مدرب جديد خاطر على المدرب هذا اللي دار اكبر غلطه في حياته ما جاش معينا انا نهار اللي كنت نقول له يا ودي لازم لك زخ دماء جديده لازم تجيب لعابه لازم تدور لعاب وقت اخرى دوك صعيك تجبد منا تجيب لعاب تجيب لعاب ما تعيط للعاب الفلاني ما على بالكش به ما تعيطلوش ما على بالكش به ما تسمعش به لازم تكون عندك شخصيه بصح هو وين ولا يقولوا نقولوا لي جمال ولا يقولوا له جمال 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 راه جمال راه قال جمال تفركت في جمال هاك تشوف كيفاش وين وصلت وكاين امور اخطر من هذه على بالك بلي هرب بحرت له بزاف صوالح يعني بحرت له بزاف صوالح هو قال يعني الهاتف وذاك الهاتف الخيط تاعو انقطع هاتف ذاك الخيط تاعو انقطع ما كان لا نيغوساو على ولا مازال ما كان والو ما مضى لا على عقد لا انا اتحدى هذا ب 30 مليون مكلف بالاعلام يحطها في السيت حاول يحطها في السيت غير يكتب الى صح غير يكتب ولا يدير تصويره ولا يدير في السيت باللي المدرب صايي زاد رسميا يخرج يهدر هذا بضغوطات وكذب انا هذا الاتحاد ما نامنهاش هذا مكلف بالاعلام انا ما نامنوش هذو اليوتيوبر انا ما نامنهمش مدرب وما نامنوش خاطر كاع الناس كذبوا علينا ماشي كذبوا علينا كذبوا عليكم انتوما انا ما كذبوش عليا انا من نهار الاول قلت لهم هذو كذابين وراهم يبيعوا لكم في الوهم ومن اجل يعني اموال وصايك تلقاو اموالك ما صاو يقول لك انت يا كوب دي موند باقي سيمانه يخرج لك مكلف بالاعلام اسي محمد يقول لك الفيفا مازال ما ردت الناس ومن بعد يخرجوا لك هذو اليوتيوبر باقي نهار تيخرج يقول لك قاطر في خاطر وغادي احنا نلعبوا انت وين تلعب وين بغيت تلعب وين تايا انت الرجاله بقرتكم هنايا بيتنا في بعض وين بيت العمو هذاك جيش الامل يقول لك جيش الامل جيش الطواليت جيش تاع اللوبيا هذاك يا درا ما ناضوش من عند الباب تاع الفيفا هو انفرتينو تاع يسقر الكرياج ويدخل خاطرهم بالعيل لهم راكدين ما ناضوش هذا البرد هاكو شفتو لهم كدرتو لهم لما وشريتو كوفيطات ومطارح وديتو لهم ركدو راكدين فما اهل الكهف والله العظيم ديروا لهم كهف ديروا لهم دخلوا في كهف اي تاع 2026 روحوا خرجوهم وقولوا لهم هما يحسبوا باللي باين يلعبوا غير في قطر
ميشو كيقول لك انا هي في قطر. روحوا خرج. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم جديد، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتو صحاب.